easy go. السلام عليكم، ورجعنا في فيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن حاجه جديده او حاجه الناس كتير قوي كانت طالباها مني، وهي ازاي نعمل رقم امريكي. طبعا انا عملت استطلاع راي على قناه اليوتيوب، ناس كتير جدا طلبت مني ان انا اعمل فيديو ازاي تعمل رقم امريكي. النهارده احنا هنستخدم برنامج الفي بي ان ده، وهنستخدم تكست مي. الاثنين هسيبهم لك تحت في الديسكريبشن. بتفتح الاول الفي بي ان زي ما شفت كده، انا مفعل الفي بي ان خلاص، يعني انت بتفعل الفي بي ان بالشكل ده اهو، فهنا بتفعل اهو، فانت بتفعل الفي بي ان. طبعا الموضوع مش صعب، هو اول ما بيجي لك بتدوس هنا على الحته دي بتدوس على الحته دي، بيجيب لك الدول اللي انت عايز تفعل منها الفي بي ان، اختار امريكا ودوس تفعيل هيتفعل معاك. هنيجي هنا على تكست مي، هنفتح البرنامج. طبعا اما قلتولي اعدل، اما نزلت استطلاع رأي اعدل على نسخة ايه، ناس كتير جدا قالت نسخة ايرو، وانا عدلت على ايرو ونزلتها. ملف سرعة جديد، عملت لكم ملف سرعة جديد فيه كل الفيروس. عايزين نسخة متجر ما بتهنكش، هتنزل برضو بإذن الله. عايزين نسخة الأجهزة الضعيفة، هتنزل برضو بإذن الله. يعني كل اللي انتوا عايزينه هينزل بإذن الله. بس ما تنساش ان انت تدعمني بلايك، وما تنساش ان انت تشترك في القناة، علشان بس يعني احس ان انا ما بعملش الكلام دوت لناس عدد معين ما بيكبرش. لا، انا عايز ان الناس كلها تبقى عامله لي لايك. في فيديوهات بتجيب 10000 مشاهده، يعني انا قناتي اصلا ما فيهاش 10000 مشترك. المهم هندوس هنا جيت ستارتنج، وهندوس اول واحده فوق ديت اللي باللون الازرق. هنا بيقول لك اختار الرقم اللي انت عايزه، هو هنا حاطط لك مجموعه ارقام. انت قبل ما تختار الرقم هتعمل ايه؟ هتخرج من البرنامج وهتفتح نسخه فاضيه، تمام كده، وهتعمل تقسيم. لو عندك تقسيم، عندكش تقسيم هتفضل تخش وتخرج بقى علشان تكتب الرقم، او خدها سكرين شوت وخلي حد يملاها لك وخلاص. دوت رقم تاني كنت انا بعمله، هنمسحه خالص. تعالوا نحفظ الرقم اللي احنا عايزينه. هنجرب مثلا اول رقم 469 469 629 629 أربعة ستة اتنين خمسة أربعة ستة اتنين خمسة. على ما أعتقد هو مقلوب أصلا، لأن المفروض إن لا شغال. تمام كده، كده الرقم طلع شغال. هندوس عليه، هندوس على الرقم كده. تعالوا بقى نرجع تاني، نفتح دي تاني. تمام كده، الرقم ده طلع شغال. هندوس عليه كده، هندوس أكد هذا الرقم. بعد ما ندوس اكد هذا الرقم، هنا بيطلب منك ان انت تسجل بالجيميل بتاعك او باي جيميل. هنيجي هنا هنكتب اي جيميل، بس الكلمات بتاعته ما تبقاش اقل من 8 كلمات، ولازم شرط اساسي تعمل دوت جيميل في الاخر خالص، او جيميل دوت كوم في الاخر خالص. وهنا الباسورد اهم حاجه برضو، الكلمات بتاعت الباسورد ما تتقلش عن 8 حروف. هنا بيقول لك اختار السن بتاعك، اختار السن من 18 ل 20، اي حاجه انت عايزه، انا اكبر من كده اصلا. هنا بتختار الجنسية بتاعتك، الجنس بتاعك ذكر، وهنا بتدوس خلاص ان انت عملت البيانات وبتاع. هيقول لك تأكد ان انت لست برنامج روبوت. ليه تأكد ان انت لست برنامج روبوت؟ علشان ما يفضلش، او في ناس بتعمل حاجات زي الروبوت او حاجات زي كده، اللي هو حاجة بتعمل ارقام امريكية من غير ما تخش اصلا على البرنامج، بتسجل لوحدها وتعمل لوحدها، ففي حاجات زي كده يعني. فهو هنا بيطلب منك اشارات مرور، يعني حاجات سهلة جدا وتافهة جدا. ادي اشارات المرور، هتدوس تحقق. بعد ما عمل لك كلام الصح تدوس على اي حاجة، هو هيحولك تلقائي على الصفحة. تمام كده، انا ما دوستش على اي حاجة لحد دلوقتي، هو تحولني تلقائي على الصفحة. هي تهانينا، بدء المكالمات والرسائل النصية. كده احنا عملنا الرقم الامريكي اللي هنفعل بيه الواتساب او التليجرام او اي تطبيق للتواصل الاجتماعي، موقع التواصل الاجتماعي. طبعا دوت على حسب رغبتكم، وطبعا على حسب ناس كتير جدا ما كانت عايزة ان انا اعمل لها فيديو عن الموضوع ده. هنيجي هنا قم بدعوة اصدقائك، وهندوس على دعوة اصدقاء، هندوس على دعوة اصدقاء ديت. بعدها قم بدعوة اصدقائك، هنختار الجيميل. تمام كده، اعذروني احط حاجة على الجيميل.
هنا بقى لما بتختار الجيميل بيطلع لك الرقم، يعني بيطلع لك الرقم بالصيغة بتاعته الصحيحة. ازاي بيطلع لك الرقم بالصيغة بتاعته الصحيحة؟ المفروض يبقى تحت هنا الرقم بالصيغة بتاعته الصحيحة، اهو او هنا. المهم يعني ان الرقم بيطلع لك بالصيغة بتاعته الصحيحة، ما جالكش بالشكل دوت. هنرجع تاني نرجع تاني نفتح البرنامج تاني بالشكل ده، وايه هنرجع لورا، يعني هنخش نأكد من الواتس، هندوس تم. فهو هنا هيطلب مننا رسالة نصية، او لم نتمكن من الرسالة لازم تدوس اتصل بيه. فنرجع للبرنامج، نرجع لورا كده. انا ما اتعاملتش على البرنامج بصراحة قبل كده، بس انا عارف الطرق كلها عموما اللي بتعمل بيها رقم امريكي او رقم فيك، علشان كده الموضوع كان سهل معايا مش صعب. فيعني انتوا بقى تقدروا تتعاملوا اكتر من كده. المهم احنا هنا خلاص عملنا الرقم، هنا هيقول لك اتصل بيه. هنرجع هنا نعمل اتصل بيه، ونرجع تاني للتطبيق. وادينا مستنيين ان هو يرن على الرقم ده. Welcome to text me up, subscribe now, your problem plan. المفروض الرقم بيظهر هنا عن طريق الدعوة، بس انا مش عارف في ايه، انا مش عارف ايه اللي حاصل او ايه اللي بيحصل. يعني حتى دوسنا دعوة اصدقاء وما ظهر ليش برضو الرقم، فانا مش عارف ليه ما ظهرش. رجاء تكميل تسجيل الدعوة. طب تمام، نرجع تاني. حسابي مثلا ايش جايب لي الرقم؟ سيتنج، اشعارات، بريد. هنا جهة الاتصال بتاعتي، يرجع ستوري أو ستور. اهو الموضوع طلع سهل واحنا اللي معقدينه. الرقم هنا اهوت، هو دوت الرقم. طبعا اعذروني على اللخبطه الكبيره اللي انا عملتها ديت، بس انا ما كانش قصدي، يعني انا ما اتعاملتش على البرنامج قبل كده. انا بوريك بعينك، يعني اكبر دليل ان انا ما بضحكش عليك او ما بزورش الفيديو ان انا بوري لك بعينك يعني. فهو نفس الرقم ولا دوت رقم تاني؟ نتأكد دلوقتي. هنا 4 6 9 6 2 9 4 6 9 6 2 9 4 6 2 5. وهنا 4 6 2 5. تمام، هو طلع نفس الرقم بالظبط. هو يعني احنا كده ما غلطناش في حاجة. البريد الصوتي وصل لنا هو بتاع الكود، هندوس عليه. هنا بتدوس كده بيقول لك الكود، هندوس سماح علشان تسمع البريد الصوتي. هندوس هنا هيبدأ يفتح. تعالوا نكتب الكود وهو بيقوله لنا. اتنين تمانية اتنين سبعة تلاتة اتنين. هندوس كوبي، انا كوبي، ونرجع تاني للواتس. وهنعمل لها لاسك هنا بالشكل ده. وبكده احنا فعلنا الرقم الامريكي من غير ما نتعب في اي حاجة. ما اعتقدش ان الموضوع كان صعب، يعني الموضوع سهل جدا اهوت. وكمان انا هوقف الفيديو واوريك في الاخر خالص وانا فاتح الرقم، علشان تتأكد اكتر واكتر، لكي يطمئن قلبك مش اكتر. عشان في ناس كتير جدا بتيجي تشكك، وناس كتير جدا بتيجي تقول لي لا ده ما بيحصلش، ده انت بتعمل حاجة وبيحصل حاجة تانية معانا. لا اصل الكيبورد بيهنج، لا اصل ملف السرعة بيهنج، لا اصل مش عارف النسخة بتهنج. فانا قلت اعمل كل حاجة قدام عينك، حتى لدرجة ان انت انا مش لاقي الرقم. فمعنى ان انا مش لاقي الرقم،
معناها ان انا مش عارف ان اللهم صل على النبي، ان الحوار كله بيمشي ازاي او الموضوع كله بيمشي ازاي بتاع الارقام الامريكيه. فانا هسيب لك البرنامجين دولت في الديسكريبشن من تحت، اوقف الفيديو وهشغله تاني لما الرقم ورجعنا تاني وكده الرقم اشتغل معانا. هنيجي هنا عند الاعدادات وهنيجي هنا هنبص هنلاقي ان الرقم اشتغل معانا. انا هاخدها كمان سكرين شوت علشان اخليها صورة مصغرة للفيديو، يعني اهو انا بوريك كل حاجة بعينك. طبعا الرقم دوت لو مش شغال، يعني لو بايظ او رقم مش حقيقي او وهمي، هيتقفل معانا على طول. فالرقم شغال اهوت، ما قاليش اي حاجة، ما جابليش اي مشكلة. ولو انت اول مرة تشوفني، ما تنساش تشترك في قناة التليجرام، وما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب، وتفعل الجرس علشان يوصلك اي اشعار لفيديو جديد بينزل. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، او اي فيديو يعجبك تعمله لايك عندي على القناة كدعم ليا مش اكتر. وانا هسيب لك رابط التطبيقين دولت في وصف التحميل من تحت. الناس اللي بتقولي ان طريقة التحميل صعبة، انا هعمل لك فيديو لطريقة التحميل، يعني فيديو مخصوص عندي على القناة، الفيديو معمول لطريقة التحميل مش اكتر. بس اللي ممكن يختلف معاك ان انت لما تيجي تخش تحمل فبيطلب منك اللي هو التحقيق ان انا لست برنامج روبوت، بس ممكن يطلبها بطريقة تانية، ان انت تكتب ارقام وتكتب ايه وتدوس على كلمة جو. يعني ممكن يكتب لك مثلا 6 7 ارقام ويقول لك اكتبهم هنا في المربع دوت ودوس جو، فهي دي اللي بتختلف فيها مش اكتر. وممكن يجيب لك صور ويقول لك اشارات مرور وحاجات زي كده. فيعني الموضوع ما اعتقدش ان هو صعب عليكم، يعني احلى رجالة في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.